السيد تعرفت عليه كانت جواج عادي بارك في داري كيخدم يجيب، خرجوا عليه صحابه ولا كيضرب الحشيش القرقوبي خارج داخل الحبس يعني تبلا تبلا بالدريات، ما بقاش عاطيني انا قيمه، انا مرتو ما عاطينيش قيمه، كنقولي بغيت فلوس حمام كيقول لي عومي في الدوش، كيقول لي ما عنديش اش نمشي نشفر نجيب لك، ما كيكسينيش ما كيصبطنيش ما كيعطينيش الفلوس، ديما كنهضر معاه حاولت ننتحر، نعس السبيطار شربت فين دي ديال الفار 20 يوم وانا نعس في السبيطار على قبله، قلت لي انا باغي نعيش مع ولادي الشرع راه عاطي ربعه، سير تزوج وخليني انا في داري مع ولادي وصرف عليا، ضيع لي حياتي تسيد، واش كنشرب فاني ديال طنسي وعندي القلب ولا عندي فقر الدم وليت كنتخنق، دابا انا كنفكر عافية دوك الدراري، انا بغيت ولادي ولادي حرم لي مني. دخلت الشابه صافي ولا يقول لي عندي احسن منك، انا ما كنبغيكش، جا الاخ ديالو قال لي راه عنده وحده ما بقاش بغيك، حاولت ما خليت ما درت، جاو عندي البوليس جاو عندي السبيطار قال لي لا ما ديرش هادشي انت باقي صغير، ديسا بقات بالي لي وليت باغا ننتحر وليت باغا ننتحر، قلت بان لي حتى شي حاجه صافي كنشوف في راسي كلشي مشى ليا، مشاو ليا ولادي اختو شردتني على ولادي ما رحمتنيش، تخلى عليا لاحني صافي صافي، جيت خدمت هنا في كازا، جيت خدمت في وزير الحوت دار لي الرجوع البيت، مشيت ثاني بغيت نرجع عنفني تاني ضربني خيط جبهتي هنايا ربعت الغرزات، هو اللي مخسر لي وجهي ضربني لظهري كرفس عليا حارقني في دراعي، دي الاخرى ما عرفتش اش دارت لي، ما عرفتش ولات كتبان ليها هي، ولا كيقول لي صام طلعتي لي في راسي ما بقيتش بغى يديرني مسطيه يدينا البرشيد ديال لا بغى يديني ليه، ما مشيت هربت وكعيط للبوليس بزاف د الحوايج، تشدني كتشفني ولادي كيشوفوا بغى يحرقني بالعافيه بزاف د الحوايج، تعدوا عليا بزاف مو وختو خو، كنت كنبغيه بزاف ما كنتش كنت كنبغيه، وكنت ولادي عمري ما خرجتش بلاصه، ضربت الحبس باطل، هو اللي دار لي الفخ قال لي اجي تشوفي ولدك الصغير، ما علينا قلت لي صافي انا جايه، قلت لي بغى نرجع عند ولادي صافي سير عند الاخرى تزوج بها انا خلينا مع ولادي، بعد عيط عليا داتني صاحبتي وخالتها قالت لي يلا ملي غتمشي تخدمي عند واحد السيده صاحبتي كانت بحال اختي، خدمت انا وياك تنوي في الداخل غدرتني صاحبتي وغدرني الراجل هو اتفق عليا هو وياه، عيطوا لي للجندارم صافي دار لي الخيانة، انا عمرني ما خرجت عمرني ما. قالت لي يلا تمشي تخدمي عند واحد المراه هي وخالتها، بعد مشيت تلقيت دراري بزنازه ما كنعرفهمش حاطين الغبره حاطين الشراب تدرت معاهم صافي، هي فاش داوني ضربت عام ديال الحبس هي باش غنخدم، تلقيت الزوافريه لا داتني مع ديك السبعة العشية وما شاديني، دخلت لقيت الدراري بديت كنغوت هذيك، قلت لي خويا انا راه مجوجه راه بولادي راه هذيك، قعدت نضرب انا وياها شدني عنفني قاعد يخبط فيا هذاك الدري اللي ما كنعرفوش شدني ضربني قال لي لا غتبقاي هنايا، بقيت انا عيطوا على الجندارم دونا كاملين، هو قال لي في التليفون باقي كيعيط لي لحد الان، هو قال لي قلت لي انا بغيتها ولادي قال لي لا ولادك عمرك ما تشوفي بسببي صاحبتي وراجلي، هو اللي قال لي كنطلب انا من سيدنا ومن الناس بغيت ولادي، راجل الله ياخذ في الحق تشد عليا بزاف ما عقلش عليا، مرحمني داري الورد ديال الوالد شرى مني دار داري حويجي داري ذهبي مرحمنيش مرحمنيش، مشيت السعوديه عامين مشيت خدامه مقابله واحد الراجل كبير داري اختي 12 مليون، كنصيفط ليه هو اختو كنصيفط ليه كنصيفط لاختو ما رحمونيش، نهار اللي جيت قال لي يا خو اش من الهدف جاي قلت جاي على ولادي، هو اللي عطاني الموافقه، كان راجل ما غيعطينيه ما غيصيفطنيش يقول لي نشرب معاك الماء، نهار اللي ما بغيتش نمشي قال لي والله لا بقيتي في الدار هز عليا جنوي، قال لي لا غتمشي صح راجلي طماع باغي الفلوس باغي خاصك سيري فين ما عجبه يشوفك مع واحد ما عندوش النفس ما مكيتسوقش لك بزاف ما كيتسوقش ليا ما عطينيش قيمه ما كيغيرش ما بزاف د الحوايج، انا ما عارفاش انا معايا انا بعدا تشري دار لي داو لي فلوسي
بزاف خو دار 80,000 صاب سماري وكنفرش كنخدم حامل عند الناس كنشيل في امي كنخدمهم كي مرحمنيش كون طاح هو في هذا الموقف ما غنديرش معاه انا بحال هكا. تحرمت من ولادي انا بغى ولادي ما بغيتش دوك الدراري. تسقطات لي الحضانة نشوفهم من 9 تلسو ردهم لي عامشتش ولادي توحشتهم بزاف عمري ما تفرقتش مع ولادي. اختي وامو حرموني من ولادي بزاف ما نسمعش ليهم. انا كنبغي ولادي بزاف وما كنعش كنشرب عاد الفاني بعدا كنت كالمه ما كنعش بلا ولادي. حتى ام تقدر تسمع في ولادها. بغى ولادي صامقتش عندي تحيات حيات ديالي ولاد جحيمة باش تحلل قش كتعملني في الدنيا كيموني ولادي صافي مرضتش بولادي وبنتي ما بغيتش مش يتحرموا من مهم. كل مرة كيقول لي كيتفلع كيقول لي لا غنرجعوا على قبل هذوك الولاد شويه كيقول لي كيقول لي نرجعوا على قبل هذوك الولاد مابقاتش عندي واحد الثقه ولا كيخلعني بزاف دوز عليا العذاب. دارنا اللي كانوا يصيروا عليا دارنا اللي كيصيفطوا لي الفلوس هرسني كيقول لي قودي للبركه مع ولادك الصبري. قلت لي مراه عيطت من الصبر نبغي نمشي لدارنا. قال عليا ولادي اختو قال عليا ولادي ما كتبغيش تعطيني ولادي ما مجوجاش في عمر 40 عام ما مجوجاش هي اللي شادام. كنمشي كنقول لي معطوني ولادي كتقول لي لا الدراري انا اللي شادام كحرشوا لي ولادي بزاف لا امكم خايبه امكم مزياناش كحرشوهم عليا لا امكم دوزت الحبس امكم خايبه الدراري غيتعقدوا. ما عمرني ما هدرت مع ولادي ما هدرتش معاهم والو. دريه حيد ولاد التليفون دريه كتخاف منه بزاف كتخاف كيخاف وكيضربهم كيدريه بزاف ولات مريضه هي عدا الجلود عدا الضيقه كتخاف منه بزاف ما كتقدش تهضر. الدريه الكبيره ما كتقدرش تهضر كيخافوا منه. كنطلب من سيدنا ومن الناس بغى ولادي ما بغات حتى شي حاجه بغى انا ولادي رجع لولادي انا بغى ولادي نقبل حيت ما كاين والو في الزنقه والو اختي وليت حاسه براسي ضايعه بزاف بقى عندي تحل. كيقول لي نرجعو شويه كيقول لي لا درتي تعيتي ونرجعك لا كل مره واش كيقول لي كل مره معطينيش راس الخيط كيقول لي لا عندي حسن منك عندي لالاك عندي هادي عندي وحده معلمه غنتزوج بيه كل مره واش كيقول ما فهمتوش. كيعرف ثاني وحده اخرى رجلنا طماع كيمشي على الطمع انا درويشه ما في حالناش ناس بساطة على قد الحال باقا كنقولو باقا كنبغي لحد الان وعمرني ما فسدتش عليه عمرني ما غدرتو وما سمعش لي وليت كرفز عليا ولي بسبابي تضربت الحبس ولي دار لي هادشي كامل ما سمعهاش لي. دارنا عندي الام ديالي مزيانه واحد خويا كيحن فيا الله يخلي ليا وقف معايا قدر الظروف ديالي. وخوتي الاخرين ثلاثه لا ما قدرونيش ما رحمونيش ولكن انا ما كيهمنيش المجتمع اللي بغى يقول ما كيهمني حتى شي واحد كيهمني راسي ولادي. قدرت خفت منه ما قدرتش خفت ويضربني تاني كيهددني كيقول لي الحساب بيناتنا غندير لك غنفعل لك غنخسرك تاني بقى في واحد الخلع منه بقى في دابا وليت مرض نفساني ما كنعش باركه مخلوعه غاده مخلوعه ما عرفتش فقدت الامان ضاعت لي حياتي دابا شكون غيخدمني شي واحد ما غيخدمني دابا كيعطوني الناس بركه مع البنت هادي صاحبتي مريحه معايا حتى قالت لي غنشوف لك شي صناك ما عرفتش حرت انا بغى ولادي ومن اللي باغي موقفه مشات لي فلوس صاحبتي دات لي 1,000,000 من البيت تقش فيها قلت لها فاصلة عليا هي وخالتها داو لي الفلوس جوج المرات طعنتني في ظهري جوج المرات دات لي الفلوس دات لي السنسله ديال الدب دات لي التليفون بزاف شوتني مع دارنا بزاف كل مره واش كتقول ليهم دارت لي المشاكل مع خوتي بزاف كذبت عليا ما نسمحش ليها لا في الدنيا لا في الاخر الله يخطف فرحه هي اللي فرقتني على ولادي وهي اللي شردتني على ولادي هي وراجلي.
كنقول لهم انا ما تحرمونيش من ولادي، انا بغي ولادي، ويا راه راك اللي كنت كتسمع في يوتيوب فيا ما تحرمنيش من ولادي. انتي راه ام عمرتي ما تحرمت مع ولادها، هي حرمتني من ولادي، انا كنت خايبه كنت ما مزيانش، نهار الاول ما كانوش باغيني، ما نعطيهمش ولادي ربيهم، ثقت فيهم على الثقه مزيان. صافي كنقول لهم ما نحرمهمش من جدام، ما نحرمهمش من عماتهم والو، يهرسني بزاف، ما كيداخلوش بيناتنا، ما كيتسوقوش، كيولي منك ليه، ولادي شادين الدراري ما يباتوا معايا ما والو، غير واحد ما كافينيش، بغيت نحس بيهم بات معاهم، نريح مع بنتي ندور معاها.